يذكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا وأيضا سنعمل على تحقيق مشاريع تنموية رياضية والمساهمة في إبراز دور المرأة في التنمية الرياضية، كما ستعمل الجمعية على تنظيم دوريات مدرسية وأنشطة ثقافية ترفيهية وندوات تحسيسية تتمحور حول مخاطر التدخين وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة. أيضا سنعمل إن شاء الله على تحقيق تعاون بين جمعيات المجتمع المدني وسائر الهيئات الاجتماعية الحكومية والغير حكومية التي تهتم بنفس الأهداف، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية وخرجات شافية داخل الوطن أو خارجه، وتنظيم لقاءات رياضية كبرى على الصعيد المحلي والوطني. علما أن طاقم الجمعية يتألف كما جاء على مسامعكم من أساتذة تربويين وممارسين رياضيين وأصحاب حرف حرة وطلبة جامعيين. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم باسم كافة أعضاء الجمعية، جمعية الفرح للصداقة الرياضية والثقافية، بالشكر الجزيل لكم جميعا على حضوركم معنا، وللسيد مدير دار المواطن الذي وفر لنا كافة الوسائل الممكنة لإنجاح هذا الحفل التأسيسي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هنا القدام إن شاء الله الجمعية غادي تزيد توسع، لأن عندها أهداف اللي كتصد في كل ما هو خير لنا وللجميع وللصالح العام. لهذا كيف ما قال السيد الرئيس، يعني تقديم الجمعية كان هذا أول نهار أول ولادة كما تنقولوا، وهذا حفل تأسيس الجمعية لجمعية مازال حديثة الولادة، يعني مازال جديدة، مازال بزاف الناس ما كيعرفوهاش، ربما كتعرفونا حنا كأشخاص ولكن ما كتعرفوش علينا بزاف د الحوايج. دونك حنا أسسنا هاد الجمعية باش نكونوا قرابين للناس ويكونوا الناس قرابين لينا، ويكون الهدف الأول والأخير هو نزيدوا بهاد المنطقة القدام، نعطيو شي فلت واحد الصورة زوينة، هي صورة اللي تقدر توصل للعالمية كما تنقولوا، راه باسم الجمعية تقدر توصل لمدينتك فين ما بغيتي وتساند الناس، لأن أهم حاجة هو الخير. No.
رئيس جمعية الصداقة لجمعية الفرح للرياضة والثقافة، أصالت عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجمعية وجميع الحضور الكريم في دار المواطن بأن يرفعوا إلى المقام العالي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله آيات الولاء والإخلاص راجيا من المولى عز وجل أن يحفظه في ولي عهد الأمير الجليل مولاي حسن والأميرة لنا خديجة وأن يشد عرضه بسمو السعيد أمير مولاي رشيد وأن يحفظ بحفظ جميع أسرة الملك الشريف يا رب العالمين وأن ينزل شعائر الرحمة على الملكين المجاهدين جلالة مغفورة الحسن الثاني وجلالة مغفورة محمد الخامس وحرر بتيفلت في ربيع الثاني 1441 هجرية الموافق لفاتح دجنبر 2019 ميلادية.